السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بالدرس الثالث واللي هو شبه الأخير بهي السلسلة. الدروس التالية راح تكون لأسئلتكم. الدرس الثالث راح نشرح فيه شغلتين أساسيات، الشغلة الأولى برنامج تريندول، الشغلة الثانية كيف تعيد سلعة ما عجبتك تريندول ولهيبسي برضه ولا إني أمبير. مثل ما ملاحظين هون برنامج تريندول بطبيعة الحال مثل العادي في عنا كاتيجوري لار يعني الفئات، فهو مثل ما أننا شايفين في عنا ألبسة نسائية، ألبسة رجالية، أشياء بتخص الإلكترونيات مثلا. فبفرض أنه إحنا بدنا نشتري شاشة، فرح نروح على الإلكترونيك، بعدها رح ندخل على تي في جورنتلو فيسيس، منها رح نختار تلفزيون، بعدين كالعادي أول شيء رح نروح على زر الفلاتر. كتير مهم هون يا جماعة أنه أنت قبل ما تشتري تكون حاطط ببالك شو بدك تشتري. أنا بدي أشتري تلفزيون ماركة فيستيل، يكون سعره بين 2500 و 3500، يكون هو 4K Ultra HD، وراح اقول له ارن لاري ليستلي يعني عرض المنتجات. هاي هي طلعت لي كل المنتجات الموافقة للشروط يلي حطيتها. اذا اول شيء انت لازم تكون عارفان حالك عن شو عم تدور. ممكن تعمل ايضا سير الله اندو شوك فيات مشان يطلع لك الارخص اول شيء. فلاحظ ارخص شيء بيحقق الشروط يلي حطيتها هو هذا التلفزيون، حقه 2577. اذا اول شيء لازم تكون عارفان شو بدك تشتري مشان بتطبقه على الفلاتر مشان ما تضيع بين النتائج الكتيرة جدا يلي راح تطلع لك. فوت على الفلاتر، فلتر النتائج، وبعدين دور ضمن النتائج المفلترة. الموضوع الثاني يلي راح نحكي عنه يا جماعة هو موضوع الاعادة. خلينا نبلش بالاعادة من النيومبير. بتفوت من هون على السيباريش لرم، بتفوت على الشيء اللي بدك تعمل له إعادة، تنزل لتحت تعمل توم إشلابلر وبعدين إعادة إت. بيقول لك ليش بدك ترجعه؟ إرن تسليم المضان كارجو جريفلسني إعادة إتم، يعني رجعت الكارجو من على الباب، ولا إرن ماضي جندر مكتشن كارجو يا باردم، يعني عطيته للكارجو، ولا هنوز جندر مدم إعادة سورجن بشلط ماكستيوروم، يعني لسه ما رجعته شو بدي أعمل؟ فبيقول لك هون لحتى ترجعه لهاد فيك تحطه باليورتشي كارجو، وهذا الشيء بيكون مجاني لانه هني بيكونوا عاملين اتفاقيه مع اليور تشيكارجو، وفيك تحطه بالباقي بس انت بدك تدفع عليه. رح نقول له باليور تشيكارجو دوامات، بيقول بتقول له انا بدي ارجع قطعه وحده، ليش؟ لانه ما بدي مثلا. بتحط هون اذا بدك تكتب له رساله للبائع وبتقول له دوامات، فبيطلع لك هي النافذه. بتروح على السورات كارجو بتفرجيهم هي النافذه انه انا بدي ارجع هذا المنتج لهذا العنوان. لاحظ هون طلعوا لك العنوان وطلعوا لك كذا وطلعوا لك هيك، فهني لحالهم بيرجعوهم، وبعد تقريبا 7 أيام بترجع المصاري لكرتك. هاي بالني أمبير. بالهبس برضا أيضا نفس الشيء، بنفوت على سيباريش لرم أو مقتنياتي أو تسوقاتي أو هيك، بتفوت على المنتج اللي بدك إياه. مثلا نحن بدنا نرجع هذا المنتج، فبتقوله طالب ألشتر يعني إنشاء طلب، وأيضا بتحدد المنتجات اللي بدك تعملها إعادة، وبتحط من هون ايرون اعادة اتميك استيوروم، يعني بدي رجع الايرون، بدي رجع المنتج. ليش بدك ترجعه؟ اريز الله عاطل، ولا بيان مدم لانه ما عجبني، بيان مدم مثلا، وبتقول له دوام. فبيطلع لك ايضا انه بدك تروح على الكارجو الفلاني وتعطيهم اياها، وبيرجعوا لك المصاري على نفس الكارت اللي دفعت منه خلال 7 ايام عمل. ايضا نفس الشيء بترينديول، بس بدك ترجع شيء بتفوت على حسابهم على السيباريش لرم، ايضا بتحدد المنتج اللي بدك اياه وبتعمل له اعادة. وهون كتير مهم يا جماعة تعرفوا انه عادة الاجهزة الالكترونية ما فينك تعملها اعادة بعد ما تفتحها، يعني الجوال مثلا ما فينك بعد ما تفتحه ترجع ترجعه، لازم يكون مانو مفتوح من جهة، ولازم يكون خلال 14 يوم من جهة تانية. وهذا الموضوع بينطبق على اللابتوبات وعلى كل الأجهزة الإلكترونية بشكل عام. مشان هيك مسؤوليتك أنك تقرأ وصف المنتج بدقة، تعرف أنه فعلا هذا المنتج بيناسبك ولا ما بيناسبك، وبناء عليها تشتري. هذا الموضوع قراءة وصف المنتج والتأكد من أنه المنتج مناسب لإلك ولا لا بيقوم في فريق عنا بيحكي تركي بطلاقة. بإمكانك إذا بدك، إذا ما بتحب أنت تعذب حالك أو ما بتكون بتحكي تركي منيح، بإمكانك تكتب لنا على الرقم يلي طالع قدامكم على الشاشة، فنحن بنتولى قراءة وصف المنتج وتزويدك بالنصائح حول هذا المنتج. وإذا قررت تطلب المنتج بتحول لنا المصاري على آيباننا، ونحن نتعقب لك الشحنة حتى توصلك على باب بيت. كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا هالدرس مع أصدقائكم.